المرسل عبد المجيد عبد الله من الرياض يقول: ما معنى الرفث والفسوق والجدال في الحج؟ الرفث هو الجماع ودواعيه، والفسوق هو المعاصي. سميت فسوقا لأنها خروج عن طاعة الله، والفسق هو الخروج عن طاعة الله. والجدال المراد به الممارات والمخاصمة، وهي على نوعين: الجدال الذي يثير الأحقاد وينشر البغضة في القلوب وليس له فائدة دينية، هذا لا يجوز لا في الحج ولا في غيره، لكن في الحج أشد لأنه يشغل عن أداء المناسك. وأما الجدال الذي لبيان الحق والدعوة إلى الله عز وجل ويكون بالحكمة والموعظة الحسنة، الجدال بالتي هي أحسن، فهذا مطلوب لأنه خير. نعم.